ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا افتقار وتمام انقطاع وشكاية حال وتوسل الله عز وجل بفقر الإنسان، وهو من أعظم ما يفتح للإنسان باب العطايا. أن تقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فليس لي فليس بي غنى عن كل ما أنزلته من خير دقيق أو جليل صغير أو كبير، فأنت فقير إلى كل ما يسوقه الله تعالى إليك من الخير. ولهذا لما قاله موسى عليه السلام وكان في مقام خرج خائفا يترقب منفردا غريبا، جاءه ما جاءه من الفتوحات، فجاءته الوظيفة إني أريد، أو جاءه النكاح أولا إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين، ثم جاءته الوظيفة على أن تأجرني 8 حجج، وبعد ذلك وقبله جاءه الأمن، لا تخف نجوت من القوم الظالمين. كل هذا من بركات هذه الدعوة، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ثم جاءته الرسالة وجاءته بصيغة لم تأتي أحد لأحد من الأنبياء، وهو أن الله ابتدأ إليه الإرسال بالكلام المباشر، فهو كلام الرحمن.